بسم الله الرحمن الرحيم. انت اصلا كونك ان انت تقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد انت كده قفلت خلاص. خلاص بالنسبه لك كده عشان انت كده قلدت لنا كام شيخ. عد معايا بس كده عشان خاطر الناس تعرف. بس انت قلدت الشيخ خالد الجليل. الشيخ خالد الجليل. الشيخ ياسر الدوسري. ياسر الدوسري. الشيخ عبد الرحمن السليس. عبد الرحمن السليس. الشيخ سعود الشريم. الشيخ سعود الشريم. تعرف حد تاني بقى مصريين مثلا او حاجه زي كده؟ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم الله ما شاء الله. انت كده هتحط نفسك في موقف صعب. أيوة. انت عارف انت هتقلد مين يا ابني؟ انت هتقلد الشيخ عبد الباسط. يعني حاجه تقيله. عايزينك تلعلع كده ان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا. يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله كمل. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر عليك الله أكبر عليك. ايه الحلاوة دي؟ انت كنت فين من زمان يا عم؟ انت كنت فين من زمان يا عم؟ هو موجود. ايه ده؟ انت المفروض تكسر الدنيا يا عم. ما بتنزلش فيديوهات ليه؟ لا بنزل. ده احنا لو كده ما كناش قابلينك بالصدفة. انت بتنزل فيديوهات؟ ايوه. احنا قابلناك بقدر الله اولا بس يعني ما ايه ده؟ ده انت مش طبيعي. في حد تاني تعرف تقلده؟ في اكيد. في ايه يا عم؟ بقول لك اكيد. كمل. طيب قول في حاجه تاني. الشيخ سعود الشريم. سعود الشريم. شريم برضو امام الحرم. توكل على الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. في حد تاني كده؟ صوت أنا بقى. صوتك أنت بقى. بسم الله ما شاء الله. أنت كده قلدت لنا كام شيخ؟ عد معايا بس كده عشان خاطر الناس تعرف. بس أنت قلدت الشيخ خالد الجليل. الشيخ خالد الجليل. الشيخ ياسر الدوسري. ياسر الدوسري. الشيخ عبد الرحمن السديس. عبد الرحمن السديس. الشيخ سعود الشريم. الشيخ سعود الشريم. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. عبد الباسط عبد الصمد. أنت أصلا كونك إن أنت تقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد انت كده قفلت. خلاص خلصت بالنسبه لك كده. سمعنا بقى صوتك انت بقى كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طيب طروق كده ما شاء الله عليك. انت كده قلدت لنا خمس شيوخ وصوتك. بتتمنى ايه بقى يعني قدام لما تبقى اعلامي؟ تبقى اعلامي عن ايه مثلا؟ ما انت كده انت مكسر الدنيا ما شاء الله عليك في تقليد القراء. اعلامي ديني باذن الله. اعلامي ديني باذن الله. يا عم ربنا يا رب ييسر لك امورك. واحنا بس انا هتمنى منك ان انا حاجه واحده بس. ادي لك المصحف بتاعي تكمل بقى من سوره يوسف. واقف عند سوره يوسف ولا سوره ايه؟ سوره يوسف. واقف عند سورة يوسف تكمل حفظ القرآن بقى من المصحف ده عشان انا وانت ناخد ثواب. وانت ما شاء الله عليك والله من ايه ما تكون فاضي كده برضو تقرا منه وتحفظ منه عشان انا وانت ناخد ثواب. انا مبسوط ان انا شفتك وفخور بيك.